لسه مكملين حلقتنا والستات ما يعرفوش يكذبوا والبنات لما تيجي تطلب الابيض. بنات كتير جدا في الصيف بتستعد لفرحها. طبعا من اهم الحاجات اللي بنفكر فيها هنعمل ايه في الفرح، الديكور عامل ازاي، طيب ايه الجديد، هل الافراح فيها موضه والكوشه والترابيزات بوكيه الورد والسلالم وكل حاجه هنتكلم فيها النهارده مع دينا بكر، واحدة من الناس اللي بتعرف تنظم أفراح كويس قوي. هتقول لنا إيه هو الجديد وتقول لنا شوية نصايح كمان تساعد البنوتة وهي بتفكر في شكل فرحها في ليلة العمر هتبقى عاملة إزاي. أكيد كل بنت بتبقى عايزة تختلف في الليلة دي أو في الفرح ده أو في المناسبة دي. منورنا يا دينا. بجد هو منور بيكم. أهلا بيكي دينا. طبعا عايزه ارحب بيكي واقول للجمهور ان بيننا صديقه مشتركه، فكلمتني صبحي توصيني عليها. ما تقلقيش هنمارس عليها كافه انواع التعذيب. يا ربنا يستر. احنا بندلع كل ضيوفنا وبنحبهم جدا جدا وبنحترمهم، ولكن ايمان كانت بتقول لغوا الكوشه. انا كنت فاكره ان الحاجات دي قواعد ثابته ما بتتغيرش، يعني بصي هو مش لغوا الكوشه، ده القديم بقى يرجع تاني. بصي هي مش اتلغت بس ما بقاش بقى في كونسبت الكوشه اللي هو زي زمان يقعدوا بقى على كنبه العريس والعروسه والجو ده ما بقاش موجود. امال بقت ايه؟ بقى برايدل انترنس، العروسه بتخش من مكان بيبقى فيه ديكوريشن جامده، والمفروض ان المكان ده يبقى اكتر مكان عليه السبوت في الديكور علشان هو اللي بيبقى الباك جراوند بتاع دخله العروسه، ولما بيرقصوا على الدانس فلور بيبقى برده كل التصوير عنده. مش. لكن ما بقاش فيه عريس وعروسه. أيوة. بيقعدوا لما بيتعبوا ويحبوا يريحوا يقعدوا شويه. ده كاسل، ده قصر. دخله العروسه بتبقى هنا داخله من قصر وفي شاشات بتتفتح هي تخش منها. ماشي. لما العريسه العريس والعروسه خلاص رقصنا وعملنا وهيصنا، عايزين 5 دقايق نريح بس، بيروحوا فين؟ ما بيقعدوش خالص. هما بيفضلوا يقعدوا طول الوقت. لو حبوا يقعدوا بيقعدوا كاجوال يعني سيتنج، بيقعدوا مع المعازيم، بيقعدوا مع اصحابهم على الهاي تيبلز. فاتني انا الافراح بقى لي فتره ما روحتش تقريبا. طب ودي ايه يا دينا؟ دي برضو كانت كوشه، كان السيم بتاع الفرح كنا عاملينه مولان روج. فكنا عاملين على اللات سكرين ديزاين كانه سيتر كده مولان روج، وبرده دي كانت شاشه بتفتح. ده بقى قرش ورد طبعا كبير، شايفين الورد كميه قد ايه، جواه برده شاشه بتفتح هي تخش منها. ده سيت اب للفرح ما شاء الله. بس انا هقول لك على حاجه، ملاحظه حاجه في الصور ان ما شاء الله اغلب الصور دي هاي بادجت، ميزانيات كبيره. احنا عايزين برده ايه نسهل شويه على الجمهور واللي داخل بقى على الجواز ما يقلقش وما يتخضش ولا يتعقد، ونقول ان ممكن كمان يبقى في افكار حلوه وجديده وعصريه ومختلفه بميزانيات قليله. زي ايه؟ حقيقي بصي هو مش كله هاي بادجت، هو حقيقي بيجي اللو بادجت والهاي بادجت والعادي. هي بتعتمد على الفكره اكتر من الفلوس. فانت ممكن قرش ورد بسيط تخش منه هيبقى حلو. ممكن تعملي برجوله مثلا كلها كريستلز ونازل منها ورد برده هتبقى حلوه. مش لازم ان احنا نأفور علشان الفرح يطلع حلو. طب انا هروح لنفس المنطقه. طبعا انا وقفتني حاجه كنت بتقوليها من شويه، بس العروسه وشاشه وبتاع زمان، يعني هم لعبوا مع العروسه كل الالعاب في دخله العروسه. طلعوها من ورا الديكور، استنيناها عند الباب وطلعت من الباب الثاني، فتحوا الارض وطلعت العروسه. يعني ما اعرفش ايه الجديد في انه الشو بتاع ظهور العروسه ده، اكيد في حاجه جديده. بالزبط. يعني فاضل يعملوا لها هولوجرام بس. لا طبعا يعني. دخلت بالكرين وهي طايره، الحاجات دي دخلت بالكرين. دي مش جديده. بس في جديد بقى ان هو دلوقتي بقى في حاجه اسمها 3D مابينج، هي الموضه دلوقتي ان انت الشاشات هي الموضه. فاحنا بنلعب بالشاشات، بديزاين الشاشات. بس ال 3D مابينج دي تورته الفرح. دي تورته؟ تورته طولها ارتفاع 3.5 متر بتبقى كلها ورد. فعلا؟ والورد ده بيتاكل؟ لا فيك طبعا. يعني هعمل كل التورته الطويله العريضه دي وفي الاخر مش هاكل منها؟ عشان تاخدي الصوره دي. يعني الورد نفسه هو عباره عن حاجه حلوه بتتاكل يعني. بس لا هي هنا ده طبعا كله ورد، فاستحاله حد هياكل ورد، هي بس منظر يعني. لا يعني ممكن يبقى في مثلا تورته صغيره مستخبيه جوه عشان برضو ايه. طب يعني هما بيحفروا في الورد ده عشان يلاقوا التورته يعني ولا ايه؟ مش فاهمه. ده اقتراح انا، لا حقيقه ده انا المقترح. بصي ال 3D مابينج ده فيجوالز بتتعمل على الشاشه كاني قصر بيتبني، طوب بيتهد بيطلع مش عارف ايه، بيحسسوكي كانه مثلا تك 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 بنبني القصر، الطوب وقع مش عارف ايه، الباب اتفتح. يعني شغل الدراما والاعلام والجرافيكس والمابينج والحاجات دي اللي عندنا احنا في شغلنا كبرامج وكاعمال دراميه طبعا انتقل للافراح يعني. بالزبط. شيء لطيف. طب دينا، هل موضوع ان انتشرت قوي الافراح الاوت دور اللي هي في اماكن
اماكن خارجيه مفتوحه بسبب الكورونا بس، ولا ده الترند اللي جاي حتى بعد ان شاء الله وخلاص يعني بتروح بتغور؟ بصي، هو لازم نتكلم في الحته دي ان كورونا غيرت تفكيرنا احنا كلنا حتى كويدنج بلانر، ان احنا بالنسبه لنا كان الفرح الاوت دور ده اللي هو سيمبل ويدنج، فرح بسيط ما فيهوش تفاصيل كتير. احنا دلوقتي اتعلمنا ان احنا نعمل فرح كبير جدا وكانك بتعملي قاعه جوه الجنينه دي، كانك بتغيري المكان كله من اول وجديد. الكورونا عودتنا على الاوت دور ويدنج، رغم ان احنا طبعا كنا بنحب الاندور اكتر لانه مريح اكتر. كورونا ربتنا بالظبط، كورونا كمان انا عودتنا ان احنا نجيب مش العدد المعازيم المهول بالزبط. اللي كان بيجي زمان اللي هو على الضيق، اللي هم زمان كان لما حد يقول لك طب انا عايز اعمل فرح على الضيق عشان الامكانيات عشان البادجت ما تبصش منهم. لا، النهارده بقت الافراح هي بالشكل ده، وكمان بقت الافراح الصبح كتير. من الافراح بيحبوا يعملوها الصبح زي اوروبا وزي امريكا، وبقت كمان في اماكن حلوه على البحر. بقى الناس تعمل ديستنيشن ويدنجز، يروحوا الجونه يعملوا في سخنه، بقى في افكار. يمكن ده من زمان بس هو زاد. طيب ايه مطلع. اغرب واعجب التقاليع او الموضه اللي طلعت في عالم الافراح والزفاف مؤخرا، حتى لو مش انت اللي عاملاها، يعني اغرب الحاجات اللي هو انت نفسك كدينا صدمتي؟ لا بصي، هو طلع دلوقتي موضه العرايس بتيجي تطلب حاجه اسمها باودر روم. باودر روم دي بنحطها في المدخل، دي ده تجهيز المكياج معروف. لا، بيحطوها للناس اللي رايحه الفرح، بتجيب كوافير يعمل لهم شعرهم او يظبط شعرهم وسط الفرح، يظبطوا رتوش الميك اب، يخشوا فيها سيتنج اريا لذيذه للبنات بدل ما تروح تصلح الميك اب في الحمام. لا وبيدوها جيف اويز بيرفيومز ومكتوب عليها اسم العريس وعروسه، فدي فكره لذيذه من الحاجات الجديده. انا عايزه اتعزم في الافراح دي يا حبيبتي. سمحتوا يعني حاجات حلوه. وفي كمان انستغرام كورنر، ان احنا بقينا عشان طبعا اب تو ديت بقى مع الانستغرام والسوشيال ميديا والحاجات دي، فبقينا نعمل انستغرام كورنر مكان للتصوير لايف. فرح طلع لايف؟ لا، مكان انت بتعملي له ديكور مخصوص، بيبقى يعني الناس تقف فيه تتصور. ايوه، عشان السوشيال ميديا والفرح ياخد العين من اولها والجوازه تبوظ ونرجع نقول الجوازه باظت ليه. طب احنا زمان في حته كمان مهمه هبه قالتها، ان السوشيال ميديا احنا زمان ما كناش بنكفر الفرح على السوشيال ميديا، دلوقتي بقى في صفحات بتكفر الفرح على السوشيال ميديا من اول الميك اب والشعر لحد تفاصيل الفرح اللي هي الميكنج نفسه بتاع الفرح من اوله. زمان كان المصور بيبقى موجود بيقعد يصور، او كاميرات كتير بتبقى موجوده. لا بقى يجي حد يصور لايف ويذيع ده على الفيسبوك وانستجرام، ويبقى من اول ما العروسه بتلبس لحد لما الفرح يخلص. بالظبط. طب دي ايه يا دينا؟ ده الانستجرام كورنر اللي احنا اتكلمنا عليه. هنا عاملين زي اسطبل خيل، يعني عشان هم كانوا ليهم علاقه بالحصينه، فعملنا لهم انستجرام كورنر ريليتد بشغلهم. يعني انت بتاخدي الديكورات بتاعتك مستوحاه من شخصيه العريس والعروسه؟ ساعات كده وساعات لا، ساعات حسب سيم الفرح. يعني ده مثلا اللي فات اليس ان ذا وندرلاند، فعملنا تيبل وشاي وترابيزه علشان ريليتد. بس كان في حفره مشهوره اللي تنزل تعيش فيها حياه تانية دي. كان في حفره برضو؟ لا ما عملتهاش. وده ايه؟ ودي برضو مرجيحه سوينج، الناس تقعد تتصور عليها. انا شايفه من بعيد. دي مرجيحه. دي بقى تحفه، حنفيه نازل منها ورد واقع كده، فدي فكره برضو مجنونه يعني. واو، انت اللي عامله الحاجات دي يا دينا، مش كده؟ ده كله شغل. طب ايه اجن فكره عملتيها وحسيتي ان هي فيها مجازفه، بس مجازفه محسوبه وظبطت؟ مش اجن، بس بيبقى في افراح صعبه. يعني مثلا عايزه تعمل التسعينات، فانت كويدنج بلانر هتعملي التسعينات ده ازاي؟ فكان بالنسبه لي ده صعب شويه، بس اتعمل بقى. جبنا، عارفه السلينجز اللي كنا بنلعب بيها في الحفلات زمان؟ جبنا الكيوبس دي الملونه، حطينا جو الديسكو بولز، يعني اتعملت. عملنا باريس سين برضو. وعملنا باريس سين يعني كانهم في فرنسا، في باريس، وحطينا برج ايفل، وحطينا عملتوا علاء الدين كمان، وعملنا الادن. ده بقى كان مطرقع جدا فعلا. عايزين نشوف الصور. ده جبت مونكي في الفرح. مونكي؟ كانهم بصي الادن، الفايبس بتاعت الادن. ولما هيقلب اصلا في الصور هتلاقي الادن جايبينه نفسه بالمونكي واقف. واو. في الفرح. وده كان 3D مابينج، شايفه الشاشه دي بقى عليها 3D مابينج، اللي هو كانه كاسل الادن فعلا وبيتبني والحاجات دي، اللي هو الخلفيه اللي انت حواليكي كانك في المكان فعلا. ده الفرح التسعينات، فحاطين شرايط كاسيت اهو. طب دينا، حصل قبل كده ان في وسط مثلا الفرح خلاص بيتجهز ويوم الفرح بقى والاحداث وشغل والرجاله بتوعك شغالين، حصلت قامت خناقه بين الطرف من الطرفين ولا الحموات ولا حاجه، والفرح يعني لا قدر الله اتلغى؟
لا ولا بصي، هو بتخشي تلحقيش يعني، بس بيحصل ساعات مشادات الصبح يعني ساعات. اغرب حاجه صدمتك حصل لا مش ايه؟ مش عايزه احكي من غير اسماء. ماشي. لا يعني ساعات مواقف كمان وحشه والله بتحصل يعني، فاهمه يعني؟ احكي لنا يعني، فضفضي معانا. ما تخفيش يا دينا، احنا قعدنا ستات ما تلاقيش محدش هيعرف. مره اني مره عريس مات يوم الفرح، دي كانت حاجه وحشه. و ايه بس دي ابشع حاجه ممكن تحصل. ابشع حاجه ممكن تحصل طبعا، بس يعني هي اعمار طبعا. مره كمان مش عايزين وحش للدرجه دي يعني، خفي شويه. مره كمان اهل العريس يعني مامه العريس ومامه العروسه نزلوا قعدوا يتخانقوا وسط الفرح، ولا يعني وسط القاعه قبل ما نبتدي يعني، واحنا بنحضر والفرح بعده. لا بعد كده ما اعرفش الفستان بتاع الفرح اتعلق على باب القاعه، مش فاهمين في ايه. وبعدين قعدوا يدوروا على العريس، ما كانش في الاوتيل. وبعدين بس الساعه 9 كده فجاه الفرح، حد خد الفستان والفرح يعني. ثانيه واحده بس، عارفه فكره الموظفين او فكره اللي هو ايه، انا هعلق الفستان بره، معناها انا على الهولد، مش عارف. انا مش مكمل. لا انا عايزه اعرف يعني، البوفيه كان جزء لا يتجزا من اي فرح زمان. أوكي. هل شكل البوفيه هو نفسه دلوقتي ولا موضوع اختلف؟ بصي، هو دلوقتي البوفيه هو هو، بس بقوا يعملوا حاجات متطوره اكتر، مثلا يعملوا ستيشنز مثلا. ما بقاش بقى الموضه اللي هي الفخده والتركي والحاجات دي، بقى تعملي سوشي ستيشن، شيخ شاورما فين ايام زمان سندوتشين البسطرمه الجميل، سندوتش جبنه رومي، سندوتشين بسطرمه وقطعه جاتوه، علبه ورق وخلصنا. لا وبيجيبوا علبه برجر وايس، يعني سوري، بوكس برجر، عربيه برجر، عربيه ايس كريم، شاورما. كمان بقى في لعبه في الافراح بقى بالكاندي تيبلز والحاجات دي. ايه يا جماعه انتوا رقيقين، رحت افراح فيها كوارع وكبده ومخ. لا بتهزر. طب انا اقول لك الحاجه، لو حد طلب منك حاجه غير تقليديه في الفرح، يعني انا مثلا بتصور ان انا اجيب واحده تضرب الودع، حد مثلا بيقرا الكاف مثلا، حركات يعني من دي في الفرح. انت كايمان؟ انا بحب ولا اعمل. لا انا كايمان ليه بس؟ انا بقول لها مثلا يعني ما تصبري، هتعرفي كل حاجه بعدين، مستعجله على المستقبل ليه؟ بصي انا بحب بالعكس، انا بالنسبه لي الافراح اللي فيها تحدي هي اللي بحبها اكتر من العاديه، لان كل يوم في مين طلباته بيبقى اكتر، العروسه ولا العريس؟ لا العروسه هي اللي دايما بتحب ان هي تحقق احلامها في الليله دي. لا هي بتبقى هي اللي بيكي وبتبقى مدققه وبتبقى يعني، الديكور اكتر بيبقى مع العروسه. طب بصي يا دينا، زمان احنا كنا كبنات بنستنى نلقف الجرب لما العروسه بتحدف، فكله بيلقف، ما اعرفش كنا مستعجلين عليه الحقيقه ساعتها، فهمنا بقى دلوقتي. طب دلوقتي هل الجرب موجود والطقوس دي موجوده ولا بيبقى في طقوس ثانيه؟ موجود لسه، ما ينفعش لسه حد. في حاجات كمان طلعت مش متناسقه قوي مع ثقافتنا، والحمد لله انها ما بقتش منتشره زي الاول. غير الجرب حاجات ثانيه يعني، بس مش هنقولها بقى، احنا مش عاجبنا خلاص. لا بلاش، مش بنشجعها. طب انا عايز اسالك سؤال، انت متجوزه يا دينا؟ انت اللي عملتي ديكور فرحك ولا ما كانش لسه الموضوع في دماغك؟ لا كنت وقتها ابتديت، وانا اللي عملت ديكور فرح. لما عدى بقى كام سنه الحمد لله ما شاء الله يعني، والفرح خلاص بقى يعني، بقيتي عروسه دلوقتي قديمه شويه، في حاجات قلت ياه لو كنت انا الفرح بتاعي كنت عملت كذا؟ بس انا بشوف فرحي دلوقتي مش عايزه اشوفه اساسا بجد. طب ما فكرتيش تعملي فرح تاني؟ في ناس بتعمل كده. لا 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 مش للدرجه دي، كفايه مره واحده. ايه الحاجات اللي قلت يا ريتني كنت عملتها في فرح؟ لا يعني وقتها طبعا، انا مثلا وقتها كان ريش النعام طالع موضه، فكان فرحي ريش النعام، دلوقتي اشوفه يعني لا مش حباه. كان يعني نفسك تعملي كذا بس ما كانش على وقت وقتها، ما كان يعني، كان لسه البليكسي دانس فلور لسه في اوله، فانا ما اهتمتش اعمله. دلوقتي لما بشوف فرحي لا انا عايزه بليكسي دانس فلور، وعايزه اغطي ارضيه القاعه كلها، واعمل زي ما بعمل في افراح الناس يعني. طب يعني ليله الحنه فرحي اوحش فرح في الحياه انا عملته في نظري. لا ده جميل. ليله الحنه اكيد برضو في ناس بتيجي تقول لك تعالي عايزين نعمل شكل مختلف لليله الحنه بتاعه العروسه، ليله خاصه ومختلفه جدا. بنعمل بتعمليها ازاي؟ لا يعني بس بيعملوا حاجات بقى ايه ريليتد بقى انها بنات اكتر، في اللي بيطلب مثلا اريبيان سيم، حاجات عربي، في اللي بتطلب بتعمله زي كباريه يعني، البنات بقى عندها تطلعات بيعملوا حاجات مختلفه لذيذه يعني. في بنعمل ساعات مثلا هواين سيم حسب اللي حصل بيطلب. معاكي مره ان انت قررتي فرح لنفس العروسه او لنفس العريس؟ لا هو حصل يعني بصراحه. لا قولي، ما احنا ما بنقولش اسماء، ما تخافيش. حصل ما هو بقى زبونك، احنا بنستر. بيبقوا مخطوبين مثلا ويفسخوا، وبعدين يجوا بقى في مع العريس الثاني، بس اوعي تقولي له انا جيت لك في الجوازه الاولانيه. اوكي ما تلاقيش وبتاع. لكن حد انت جوزتيه قبل كده ما جالكيش فرح تاني؟ لا في برضو يعني كابل برضو يعني جوزته العريس لحد تاني والعروسه لحد تاني، هما الاثنين. اوكي خلاص هما واثقين فيكي خلاص. ما خلاص احنا بقينا عايشه. لا لا
بتحصل وارد يعني. طيب ايه الحاجه اللي انت عايزه تحققيها بس لسه ما عندكيش الماتيريالز او الثقافه اللي تستوعب اللي انت عايزه تعمليه ده؟ بصي، عايزه الديستنيشن ويدنجز تبقى اكتر. يعني انا نفسي اعمل فرح في اليونان. يعني نفسي ان المعازيم. انت بتحبي السفر بقى وعاوزه تستغلي الموضوع. انا بحب الافراح اللي على البحر جدا. ما يعني عندنا هنا احلى شواطئ واحلى بحر ابيض متوسط. هنا طبعا افراح تحفه. بس عايزه لا ايوه بقى ركزي هنا. العالميه تبدا من المحليه. هتكلم على هنا. هنا مثلا الناس بتحتفل بالفرح، هو يوم الفرح. بره بيعملوا مثلا بري ويدنج يوم قبليها وافتر بارتي. ده ابتدى يخش مصر شويه بس لسه ما انتشرش قوي. نفسي يبقى الفرح على كذا يوم زي ما بيحصل في الهند. عشان حسابيا هيكسب اكتر يا دينا. نعمل بري ويدنج عشان كده بتبقى حاجه لذيذه برضه. طب ما البري ويدنج عندنا اللي هي ليله الحنه. لا مش كل الناس بقت تعمل بري ويدنج. وعندنا الصباحيه كمان تاني. لا وبعدين في ناس بتعمل فيها احتفال. الاثنين يبقوا مع بعض وتعملي حفله وفي افتر بارتي مع اصحابك. يعني في مليون يعني فاهمه. الحاجات دي بتبقى لذيذه برضه. طب احنا عندنا في مصر لسه كنا بنتكلم في فقره الفلكلور يا هبه من شويه، بنقول ان احنا عندنا تنوع ثقافي في مصر. بص لاقي افراح النوبه غير الاسكندراني غير الصعيدي غير بتاع القاهره غير سينا غير مطروح كلام. فاكيد ان انت الثقافه المصريه دي طلعتي منها بحاجه في الاخر. ايوه طبعا. ازاي؟ احنا اساسا مختلفين عن اللي بره خالص. يعني انا لما سافرت حتى في مؤتمر كان في كذا ويدنج بلانر حول العالم كانوا مستغربين مثلا ان احنا بنعمل مثلا 100 فرح في السنه. طب ازاي هم بيعملوا مثلا فرح كل 3 شهور؟ احنا عندنا ساعات بيبقى في مؤتمر في القاعه الصبح وبالليل احنا بنعمل الفرح عادي. احنا عندنا الافراح في مصر لا تعتبر بجد ماركت فيها كويس كرم قوي. وفيها كرم اكتر. فيها كمان الناس بتحب تصرف على الفرح وبتحب تعمل حاجات للجست كتيره. في يعني لو شفتي بره الافراح بتاعتهم فيري سيمبل. ما فيهاش تفاصيل زي اللي عندنا. احنا لا افراحنا حلوه. بتبان من فكره العزومات. انت لما تتعزمي بره مش عند كل الناس برضو. في برضو اجانب بيبقى فيهم حته الكرم بتاعتنا. صح. بس من العزومه بره تعرفي انت بيبقى الحاجه على قد العدد. مفيش حاجه زياده عشان هم بيفكروا لها من ناحيه اقتصاديه. اللي هو حاجه ما تترميش وما عندهمش حد يوزعوا له. صح. طب لو انت هتدي نصايح النهارده لعروسه مقبله على الزواج او عريس وبيفكروا بقى في ترتيبات فرحهم تنصحيهم بايه؟ طيب اول حاجه هقول لهم ان هم يبتدوا بدري ما يتاخروش. لان كل ما بيتاخروا كل ما هم بيتزنقوا في الوقت وبيضطروا يعملوا حاجات هم مش عايزين يعملوها او ما بيحققوش كل اللي هم نفسهم يعملوه. دي حاجه. اقل حاجه تبتدي قبلها بست شهور تبتدي تحضري فرحك. المكان تختاري الوقت. دلوقتي ما بقاش احنا في الكورونا كنا لازم مجبرين نشتغل اوت دور. دلوقتي الحمد لله القاعات فتحت. فهنصحها انها تختار الوقت. ما ينفعش مثلا في وقت مثلا في مطر وسيول تختاري تعملي فرح اوت دور. لازم تبقي مختاره برده. لو انت عدد الناس ادرسي الموقف المناخ والتغيير المناخي يعني ممكن يبقى بره الكنترول تماما. ما تجيش مثلا في شهر زي فبراير وتقولي لي عايزه اعمل اوت دور. ما انت عارفه هيئه الارصاد بتاعتنا على فكره بقت ظابطه المواضيع معانا جدا. انا عايزه اسالك على حاجه يا دينا. هل بتتدخلي ساعات في فستان العروسه في طريقه لبسها في الطرحه شكلها عامل ازاي؟ لانه ده بيبقى جزء من الشكل العام اللي انت عايزه تعمليه. بصي مش بتدخل علشان هي ده ذوقها في الاخر وده اللوك اللي هي عايزه تطلع بيه. بس لو حد خد رايي بنصحها وبقول لها رايي بصراحه. يعني اخر سؤال عندي انا. انتشر دلوقتي طبعا عشان السوشيال ميديا والانستجرام والتويتر والفيسبوك. بقى دلوقتي معظم السليبرتيز بتحب تعرض فرحها زي حتى الناس العاديه بتعرض فرحها. ما بالك السليبرتيز او النجوم والمشاهير بيعرضوا فرحهم واحداث الفرح وديكوره على السوشيال ميديا. انت بقى كدينا مين اكتر فرح لمين يعني من النجوم سواء جوه مصر او بره مصر اللي ابهرك وقلتي الله انا احب اعمل فرح زي ده؟ هو انا عملت اوريدي الفنانين برضو. مين؟ عملت الايتن عامر. عملت كريم فهمي. عملت احمد عادل عبد المنعم بتاع الكوره. عملت البنت ناديه مصطفى. الله. لا الحمد لله. احمد الشامي واما. اللي انت ما عملتيهوش بقى وابهرك جوه مصر بره مصر؟ اللي انا هنا الزاهد. فرح هنا ازاي؟ كان حلو قوي. شفتي فرح فراج وبسنت؟ شفته لذيذ. عجبك الاجواء؟ لذيذه وعجبني. اهو كانوا عاملين قبل بري ويدنج وكانوا عاملين الفرح نفسه اوت دور وبالنهار وبالليل. وعجبني اكتر كان مكتبهم لما دخلوا على عجله كانت فكره لذيذه. يعني دي من الافكار المطرقعه اللي انا كنت بقول لك عليها من شويه. يعني بس ايه اللي ممكن يعني يبقى الفرح مصروف عليه كتير قوي ومتكلف وكل حاجه تمام التمام، ايه اللي ممكن يبوظ؟ اللي ممكن يبوظ الفرح الاضاءه.
يعني ما ينفعش ان انت مثلا تجيبي ديكور حلو قوي وتجيبي في الاخر حد بتاع اضاءه ما يعرفش يظبط اللايتس. هقول رايي بعدين. لا هقول رايي يعني ده بيأثر على الصور، بيأثر على الفيديو، بيأثر على الديكور، ما بيبانش اصلا. فالاضاءه مهمه جدا جدا جدا. انا شايفه انها اهم حاجه في الفرح. العين اللي داخل بعين وحشه يبوظ الفرح والله العظيم. او ان العيلتين ساعات بيبقى فيه شويه حساسيات، انت فاهمه، شايلين من بعض. برافو. برضو اللي بيبوظ الفرح الروح الوحشه بقى، الطاقه السلبيه، عيله العروسه، واصلا انا دافع اكتر فحطي لو سمحتي هنا اكتر ناس. لا يعني هي مش كده، هي في الاخر احنا هو بيتقال كده فعلا. ساعات بس احنا وي ار وان فاميلي، احنا خلاص انتوا هتبقوا عيله واحده. لا بيتقال، عيب يا جماعه والله. حطي هنا خمس كراسي زياده عشان ادفع اكتر. لا بيتقال حاجات غريبه. جرب العروسه بقى اخد اشكال مختلفه عن زمان. بصي يعني بقى في افكار، مثلا ممكن دلوقتي تعملي الجرب يتقسم مثلا اربعه او سته، عشان سته برايد ميدز يتصوروا معاها يبقى ثلاثه هنا وثلاثه هنا. ممكن تعمليه بشرايط ستان يقعدوا يتخانقوا عليه البنات لحد اللي هتشده. يعني في افكار يعني. بس هو الجرب اهم حاجه في الجرب انه يبقى لايق معاكي مع جسمك وطولك. لو انت مثلا قصيره ما ينفعش تاخدي جرب طويل. هو هيأثرك. اسطوره الجرب دي اسطوره ولا حقيقه؟ يعني اللي بيلقف، اللي بتلقف الجرب بتتجوز بعد كده ولا لا؟ معرفش متابعه، انا مش متابعه. بتمشي يعني ولا ايه؟ هي اسمها ونصيب. يعني اللي بتلقف الجرب في الاخر ما بتتجوزش اول واحده بعد العروسه؟ اعتقد هي خدعه يعني، مش عارفه. طب اللي بتقرصها في ركبتها على راي المخرج حصلها في جمعتها على طول. انا معرفش بتمشي. انا هريت صحابي قرص زمان، هريتهم. طب وايه؟ الحمد لله. طيب الحمد ربنا لله. طب ايه الطف فرح عملتيه؟ لا والله انا بصي انا بحب عرايس اللي هو كان في لقطه حلوه ما تنسيهاش. انا بحب كل الافراح، ما اعرفش انا كلهم بالنسبه لي ببقى مبسوطه قوي يعني، بجد ببقى فرحانه لهم كاني والله من عائلتهم. لا ببقى مبسوطه بيهم كلهم. بحب قوي لما العروسه بترقص مع باباها ويبقوا متاثرين. بتاثر باللحظه دي قوي دايما. كل العازمين بيعيطوا على فكره في اللحظه دي، مش بس العروسه وباباها. ايوه انا بتاثر بيها، كل الناس بتعيط، بينكدوا علينا جدا في اللحظه دي. مره كان عندي عروسه كان باباها متوفي، مامتها اللي دخلتها سلمتها، دي اثرت فيا قوي. انبسطت باللحظه دي بصراحه. برضو كمان الخطوبه زي ما قلنا ليله الحنه وقلنا الفرح، اتكلمنا عن الخطوبه برضو بتتعمل بنفس الطريقه. طب لو هيتعمل حد يعني البادجت مخرمه معاهم شويه وقالك هنعمله في البيت، عادي بنعمل حاجات عادي في البيت؟ عادي جدا بنعمل في البيت. بنظبط لهم مثلا قرش ورد، حاجات في المدخل، كراسي، بنحاول نظبط لهم يعني باي امكانيات. أيوة هيطلع طبعا فرح، المهم بس ان النيه تبقى حلوه وصافيه. أيوة والمهم ان القلوب تبقى صافيه، ما يتلككلهاش ويقول لها الظروف. اللي عاوز يتجوز بيتجوز اهو باقل الامكانيات. المهم زي ما انت قلت، النيه والضمير بالظبط. وفي ناس بتبقى عايزه تعملها على الضيق يعني لاسباب كتير برضو، فكله موجود يعني. لا ما هو بصي كله موجود، كله متاح. واهم حاجه برضو باكد عليها، مش الفلوس ولا البادجت، المهم الذوق. وفي افراح سيمبل بتطلع احلى من افراح مصروف عليها كتير جدا. صحيح بجد. انت ختمتي بجملة صح بجد. الذوق اهم يعني حاجه بجد. دينا انت نورتينا. ميرسي، انبسطت جدا معاكي. احنا كمان انبسطنا بيكي. ملكه الذوق دينا، ملكه الذوق. وان شاء الله يعني الفقره الجميله دي تبقى وشها حلو على كل البنات اللي بيتفرجوا علينا. وفي ليله العمر الموضوع سهل وبسيط، يعني نسهل على الناس ونسهل على بعضنا. مش مهم فرح صغير ولا فرح على الضيق، المهم انه تبقى الحياه حلوه والعشره حلوه والنفس راضيه والنيه صافيه. هي شاك الدبوس تعدي على طول. يا بنتي ما تخوفهمش بقى، انا عماله اطمن. خلينا نروح لفصل واشوف حالي بقى النهارده. شك الدبوس والله. انا هشوف شغلي مع هبه بقى.